لما تروجيت رحت كان موجود بعض الزملاء وبعض الصيادين كلهم تبين سلام على السلامة مدام. سلام على السلامة مدام. السلام عليكم. زميلنا سي نبيل يواجهك شيء مع السيد مدير. هذا السيد مالك تريدي مكلف صار في دار يومين. مرحبا. ثانية تخص كل ما هو المبيل وكل ما هو قاعة الأخرى من جهة بي تي بي 20 دينار. بالنسبة للسنة عندنا حاجة جديدة. براني ولا مصفية؟ هدي بالنسبة للإنسكريبسيون أول ما مرة واحدة على العام ولا على العام. براني. بعد اللي يدخل شيء. ما ينفع شيء. بالنسبة لا بالنسبة للمبيت كل شهر. اللي بيت ويأكل عنده 18 دينار في الشهر. إكستيرن بيش يفطر بركة في نص النهار عنده 9 دينارات. ثم دي سنتر ما هيش واضحة ثم مذكرة ما جات من الإدارة العامة ما هيش واضحة ثم دي سنتر يخدم جراتوي. فهمتني؟ لا معلوم رمزي ما هوش. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيد دكتور جناس. زميل المكان. سيد ربيك ربيك. مثلا على الحديقة. سيد محمد. أي مرة السلام عليكم. عندنا لوكاد اللي فيه عندنا
سوليد ووركس عندنا زاد دراسة اللي هي الدروسية اللي عملت ديفلوبمون وفما دوتر دروسية فكرة طول مثلا البياس هذه اي بياس هذه معناها اللي عندها لوجيسيال خاص بها لا لا اي اي بياس تجي تخدمها انت غادي كله كيف كيف لوجيسيال معمول كيف نامبورت باهي المركز باهي تسالوا على زملائكم قبل انكم يخدموا راح عليكم ما تسالوش سالتوا شو قالوا لكم شكون اللي قال يسالنا شو قالوا لكم بين صباح أمورها مستقبلكم هاي ياسر خاصة لنا تخدموا على دي لوجيسيال فيما هكا مستقبلكم بالنسبة لتكوين مالي سيد ولي روني يحب يخدم اللي عنده صنعة في اختصاصات موجودة عندنا لنا في الصندر ولا غير الصندر يحب يخدم سيد وخاصة بالنسبة لاختصاصات نطلبوا فيها من احنا في الصندر طلبات من الشركات موجودة سيبيا ربي عينكم يعطيكم الصحة الصحة هذه الشهادة اللي نشدها من سفارة دكتور كندا سمحت وخليناها بوندان جبت على بايب بترول ها نعم شنو البنات البنات صحيح البنات انا مره في شركه زودياك في سليمان طفله تعمل حصول يوم On va voir déjà qui est passé Mohamed, je trouve Marida, on va mettre la possibilité, je suis loué la chie, par exemple. Je m'arrache. On ne peut pas lui passer. Je vais vous donner un peu de temps.
ماشي مجنيه انا الناس دي ما تحبوش نفس ملعب صغير تاع هون تاع فولي اللي في البرنامج هذا آخر شيء في الزيارة وأنا باش نتوجه إلى منطقة الشرطة اللي أعيدة البناء نتاعها منطقة في مستوى آمال أمنية، ثم لابد أن الملاحظة ونلاحظها وأنه مراكز التكوين نتاعنا في منزل برقيبة من حيث التهيئة من حيث الإمداد اللي قاعدين يتكونوا من حيث الشهائد اللي تحصلوا عليها من حيث مستقبل الإمداد هذوما يتم بخير، وهذا ما لاحظناه الحقيقة. شكري لإطارات المراكز التكوين الزوز، سواء كانت مركز التكوين المختص في القيادة والمرتبات والمطاعم أو المركز المختص في البناء المعدني وفي الألمنيوم وفي كل ما هو معد لذلك. حسوني وأنه المركز هذا عنده إشعاع حتى على مستوى دولة كندا، وهذا شيء مهم مهم جدا، وأنه من الدول المتقدمة تعترف بالمركز هذا. شفت كذلك طلعت على المبيت، طلعت على المطعم، طلعت على كل ما يتقدم للتلمذات هذم. التلمذات حسب ما لاحظت أنهم فرحانين لأن مستقبلهم مضمون، وهذا بالتأكيد سواء في الخياطة أو في البناء المعدني أو في عدة اختصاصات أخرى. منا ما يحبش كما قلت يحل مشروع نتاع مرتبات في المستقبل المشروع هذا، ما أكدت للتلمذات، قلت لهم أنا كوالي حاضر باش ندعمكم عن طريق موارد الرزق باش تحلوا بعض ربما المحلات لصنع المرتبات أو غيره. كيف أنا مطمئن أنه المراكز هذه مراكز قابلة للتوسع كذلك، شفت من حيث النظافة من حيث كل ما يقدموه في المركز القطاعي لتكوين في البناء المعدني الموجود هنا في منزل برقيبة. هذا بالأكيد، وأنه باش نوقفوا معهم باش تتلوها اجتماعات متواصلة لكل مركز على حده سواء على مستوى محلي مع السيد محمد منزل برقيبة أو والي الشيخ
بنيها في مركز الولاية بحضور كل أطراف خاصة الاتحاد الصناعة والتجارة اتحاد الشغل كل المنظمات المعنية بقطاع التشغيل، وإن شاء الله في أقرب وقت السيد وزير التكوين المهني والتشغيل يجي للمراكز هذه ليطلع وليقدم منها كل المساندة في توسيع سواء المراكز هذه، لأنه شفت تلميذات من كل تراب الجمهورية يجيوا يتعلموا مستقبلهم. أنا نقول مستقبل بالأكيد، عمري ما نقول وأنه مستقبل مضمون، لكن اليوم شفتها في قطاع المرتبات وفي قطاع البناء المعدني المستقبل مضمون. إن شاء الله تونس يا رب من أحسن أحسن، إن شاء الله بن البرقيبة الرواها كتلك المدينة اللي يكثر فيها التشغيل، التكوين موجود التشغيل، وإن شاء الله نتمناه المنزل البرقيبة كل الخير، ولنا زيارات أخرى في منزل البرقيبة. السيد الوالي المعروف عنك أنه في كل زيارة منزل البرقيبة تتلوها قرارات، قرار ننتظروه فيما يخص تهيئة شارع 15 أكتوبر بالنظر للرمزية التاريخية نتاعو. هو أكيد هو شفت الحالة نتاعو، شفت الشارع نتاع 15 أكتوبر المؤدي لسكنة الجيش الوطني. الحقيقة اللي عبروا فيه السيد الرئيس نيابة الخصوصية، وأنا مستعد باش يهيئ المكان هذايا لنا جلسة بحضور كل الأطراف، لأنه عدة متدخلين في الشارع ذاك، عندنا لنا جلسة لما لا نحطوا اليد في اليد حتى نهيئوا الشارع ذاك. لكن لابد وأن أكدوا على حاجة، وأنه حتى التهيئة باش تكون على ربما فما مدة طويلة شوية باش تتهيئ، لأنه نستناو الصفقة ونستناو معناها فما إشكاليات، نقولوها ديما ما إشكاليات، لما لا أدعو السيد رياض نبوي مشكور حتى يصلح ما يمكن إصلاحه في بعض الحفر، وتكون معنا الحفر على الأقل نصلحه ما يمكن إصلاحه طول المومو، وإن شاء الله في المستقبل القريب يكون الشارع ذاك شارع وعدة شوارع حقيقة معناها سوى في ولاية بن زرت ككل. بدينا كبلديات في بعض الأحيان نحطوا كشوية ونربي ونسدوا كالحفر على أساس وأنه الصفقات الطول، وتشوفوا الصفقة شهر وشهرين وثلاثة، والمشكلة عندنا في بنزلات بن زرت بالذات عندنا معناش مصانع نتاع أسفلت اللي ربما نجيبوه من زغوان ومن العروس ومن عدة أماكن أخرى، وحتى دفنية يبرد، وإذا كان الطقس مش باهي تولي ما نجموش نستعملوه. إن شاء الله الدنيا سخنت شوية، إن شاء الله سيد رئيس نيابة الخصوصية معناها وعدنا وأنه باش يقوم بكل ما يلزم حتى نهيئوه شوية طول الموضوع على أمل وأنه في المستقبل الشارع الكل يدخلوا ليه. لكن في بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله جلسة مع الكيان في بلدية بنزا البرقيبة بحضور السيد المعتمد والأطراف الكل والدفاع الوطني حتى نحطوا اليد في اليد ونأخذ قرارات حل. شكرا سيدي، عايشك. راديو صوت، من الصوت ومنكم الصدى.